بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور محمد كامل وإحدى محاضرات النيورو. يا ريت إن شاء الله تتابعوا في الفترة القادمة، يبقى في محاضرات إن شاء الله في الجروب مختلفة في موضوعات مختلفة، ويا ريت تعملوا انفيتيشن لزملائكم وزميلاتكم يشرفونا في الجروب. طيب النهارده عايزين نتكلم عن موضوع غامض شوية، وهو موضوع الهيدنس. تمام، احنا بيجي لنا عيانين في العياده وبيتكلموا بيقولوا ان هو عنده صداع مزمن، واحنا ما بنبقاش عارفين يا ترى نقول له ايه، او احنا فاهمين نوعيه الصداع اللي عنده او كلام من كده. فبالتالي النهارده ده الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه. طيب الحقيقه معظم اسباب الصداع او الهيدك هي اسباب مرعبه او اسباب خطيره، واحيانا بتهدد حياه العيان نفسه. يعني مثلا ممكن يكون في سنترال نيرفس سيستم تيومرز، يكون في ورم في المخ، يكون في سنترال نيرفس سيستم بليدز زي السب اركانويد هيموريج. العيان يقول لك يعني this is the worst headache in my life، اصعب headache مريت بيه في حياتي لو هو عنده نزيف في المخ سب اركانويد هيموريج. واحنا عارفين الاركانويد هي جزء من الجيس في البرين او الاغشيه اللي بتحوط البرين. ممكن يكون في هيدروسيفرس، واحنا هنتكلم ان شاء الله عن الهيدروسيفرس. والهيدروسيفرس معناه ان في زياده في السي اس اف داخل العمق، وهو اللي عامل بريشر. ممكن يكون في انفلاميشن، يكون التهاب زي التمبورال ارترايتس اللي هو انفلاميشن في التمبورال ارتري. تمام، ممكن انما يعني في البدايه مش لازم اطمن العيان واقول له ان انت زي الفل واقول له ان انت تمام، لا بقول له روح تابع شوف الموضوع مع دكتور مخ واعصاب بحيث انه يشوف يا ترى الاسباب الخطيره دي ممكن تكون موجوده ولا تكون مش موجوده. تمام، فالهيستوري مهم جدا، الاكزامينيشن مهم، والريفيرال مهم. يعني لو انت اف يو سسبكت ان في مشكله كبيره لازم تريفير العيان ده لفيزيشن متخصص في هذا الموضوع. طيب من العلامات الخطيره اللي هي البابليديما. البابليديما لو موجوده تعني ان هناك زياده في الانتراكرينيال بريشر، ودي علامه برضو ايه، علامه خطيره جدا. تمام، فاذا الهيدكس من الموضوعات الخطيره مش الموضوعات التافهه اللي احنا نتعامل بها مع المريض. ولكن هنا النهارده عايزين نتكلم عن ثلاث انواع رئيسيه من الهيدكس: التنشن هيدكس والميجرين هيدكس والكلاستر هيدكس. لان في كتير من العيانين عندهم هيدكس دي وبيتكلموا عنها، فلازم نكون عارفين الانواع دي. طيب اول حاجه التنشن هيدك، كلنا مرينا بالتنشن هيدك. يقول لك انا عندي صداع، انا عندي تنشن هيدك، انا عندي ستريس، انا حاسس ان انا مضغوط. التنشن هيدك فيري كومن، يعني معظمنا مرينا بهذه التجربه. يا ترى سببه ايه؟ سببه غير معروف، نوت كلير. تمام، ولكن العلماء بيقولوا ان هو مالتي فاكتوريا، يعني مجموعه عوامل مع بعضها تؤدي الى التنشن هيدك. التنشن هيدك بيبقى بايلاترال، يعني مش واخد نص الراس، لا ده بايلاترال. تمام، وبيبقى في صوره كونستنت بين، البين از بريسنج، العيان بيحس ان في زي باند محطوطه حوالين الهيد، تايتنينج اراوند الهيد. تمام، ومدته بتستمر من 30 دقيقه لسيفرال اورز. تمام، من 30 دقيقه لسيفرال اورز. برضو من العلامات في التنشن هيديك ان بيبقى فيه لاك اوف فوتوفوبيا او الفونوفوبيا او الاورا. يا ترى ايه الثلاث حاجات دول؟ فوتوفوبيا يعني احيانا العيان اللي بيبقى عنده صداع يقول لك مش مستحمل البرايت لايت، مش مستحمل الضوء الساطع، اطفي النور لو سمحت مش قادر. الفونوفوبيا مش مستحمل اصوات حواليه، او الاورا دي هنتكلم عنها بعد كده. فالتنشن هيدك ما فيهوش الثلاث حاجات دول، لا في فوتوفوبيا لا في فونوفوبيا لا في اورا. الدياجنوز بتاعه كلينيكال للاسف هو ملوش يعني انفستيجيشنز توضح زي الام ار اي زي السي تي زي الكلام من كده. هو في الغالب الدياجنوز بتاعه ايه؟ كلينيكال. والتريتمنت بتاعه في الغالب اللي هي الانسيدز اللي هي النان ستيرويدال انتي انفلاماتوري زي الايبوبروفين زي الاسبرين زي الكلام من كده، فده معظم ايه التريتمنت بتاعه. طيب عندنا النوع الثاني اللي عايزين نتكلم عليه اسمه الميجرن هيديك. الميجرن هيديك بيبقى يونيلاترال بين، واخد نص الوش او نص الراس، بيبقى بالسيتنج يعني زي البلس كده، حاجه بتروح وتيجي، حاجه بتروح وتيجي بالسيتنج.
العيان بيبقى عنده فوتوفوبيا وفونوفوبيا، لا قادر يشوف برايت لايت، لا قادر يشوف ضوء قصاده، ولا فونوفوبيا ولا قادر يسمع اصوات. تلاقي العيان اللي عنده ميجرين يقول لك عايز اقعد في اوضه ضلمه لوحدي ومش عايز اتعامل مع حد. برضو ساعات بيبقى فيه نوزيا او بيبقى فيه فوميتنج عند العيان ده، وبيبقى فيه اورا، وده اللي هنتكلم عليه. وكل الاعراض دي بتؤدي الى كلينيكال دايجنوزيس اوف ميجرين ايه هيديك. طيب الاورا بقى دي هي حاجه بتسبق الهيديك. العيان اللي هو عنده كرونيك ميجرين هيديك بيبقى عارف ان الميجرين هيجيله من خلال الاورا دي. هي جراديوال ديفلوبمنت اوف نون هيديك سيمتوم، اعراض بتبتدي العيان بيحس بيها يعرف ان الميجرين هيديك جاي. بيشنتس ويل ريكوجنايز ذير اورا، وحوالي 25% من الناس من الميجرين بيشنتس عندهم اورا، بتجيلهم اورا. الاورا بتبقى قبل الهيديك واحيانا بتبدا مع الهيديك في بعض الناس. الاورا دي بتبقى ليها انواع متعدده، بس في الغالب بتبقى فيجوال بصريه، العين يشوف زي برايت او مع دارك سبوتس، alternating برايت اند دارك سبوتس، ودي في الطب اسمها السنتيليتنج اسكوتوما، سنتيليتنج اسكوتوما ليها تعريف او ليها اسم في الايه طبي. تمام. طيب ممكن يكون في سنسوري، العيان يحس بتنجرينج، يحس بتنميل في لمب او في الفيس، يعرف برضه ان دي اورا وان هيجي له ميجرن هيديك. او بعض الحاجات النوادر، العيان بيحس ان كلامه السبيتش فيه مشكله او عنده موتور بروبلم، وبالتالي دي اورا بيعرف ان ايه ان الهيديك جاي او الميجرن هيديك جاي. تمام. طيب التريجرز للميجرين، هو احنا بنقول الاسباب كامله غير معروفه، ولكن المنسترويشن الدوره الشهريه، الاستريس الناس اللي هم اندر ستريس، في الميل خصوصا اللي هو ما بياكلش نوت ايتنج، او يعني جعان لفتره طويله فممكن يصاب بالايه بالميجرين. فدي كلها يعني حاجات لو تجنبناها او تعاملنا معاها بشكل مختلف ممكن تقلل موضوع الايه الميجرين. تمام. الميجرين از ستيل ان كومبليتلي اندرستود، مش مفهوم سببه حتى الان علميا. بعض الناس بيقولوا ان في بيحصل اريتيشن في سنترال نيرف سيستم ستراكشر، خصوصا التراي جيمينال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 5. تمام. خصوصا اريتيشن في المينينجيز اللي هي الاغشيه اللي هي حوالين السنترال نيرف سيستم، اللي هي البايا والديورا والاركانويد ماتر. اريتيشن في البلاد فيسلز اللي موجوده في سنترال نيرف سيستم، ممكن كل دي اسباب. كان زمان كانوا بيقولوا ان ان سبب الميجرين هيديك ان حصل فازو دايليشن، يعني حصل تمدد في الاوعيه الدمويه، فالتمدد في الاوعيه الدمويه ده هو السبب في حدوث الميجرين، بدليل ان الادويه اللي بتعمل فازو كونستريكشن يعني بتضيق الاوعيه الدمويه بتساعد على علاج الميجرين. لكن ثبت علميا في يعني الحاجات الحديثه ان الكلام ده غير صحيح. هي الفازو كونستريكتور بتحسن الميجرين ولكن بميكانيزم مختلف. يعني ده معناه ايه؟ معناه ان الفازو ديليشن او تمدد الاوعيه الدمويه في المخ مش هو ده السبب لهذا الايه لهذا الموضوع. طيب بيحصل اكتيفيشن الترايجيمينال نيرف، كرينيال نيرف رقم 5 احد الاسباب الرئيسيه للميجرين. تمام. فما بيحصل اكتيفيشن الترايجيمينال نيرف بيحصل ريليز لحاجه اسمها الفازو اكتيف نيوروبيبتايدز، بعض المواد الكيميائيه زي سبستانس بي، زي الكالسيتونين جين ريليتد بيبتايد، زي النيوروكاينين اي، كل دي حاجات اريتنت بتعمل اريتيشن لسنترال نيرف سيستم ستراكشرز وتؤدي بعد ذلك لحدوث الميجرين. تمام. السنسيتايزيشن از امبورتنت، بنقول ان النيورونز مع الوقت بيبقى عندها انكريز الريسبونسيفنس تو ستيمولاي، مع اقل ستيمولاي العيان بيديفلوب الميجرين على طول، ودي برضو مشكله رئيسيه. دي كلها ثيوريز. تمام. طب الميجرين تريتمنت تنقسم لنوعين، ابورتيف ثيرابي يعني اوريدي واحد جاله ميجرين فاحنا بياخد دواء على اساس ان هو الميجرين ده يختفي، او بروفلاكتيك ثيرابي يعني واحد لسه ما حصلوش الميجرين هيديك فبياخد بروفلاكتيك ثيرابي عشان يمنع حدوث الايه الميجرين. تمام. طيب الابورتيف ثيرابي احنا طبعا كفيزيكال ثيرابيست وي دو نوت بريسكرايب ميديكيشنز، احنا ما بنكتبش ادويه،
ده كلام انا باكد عليه، لكن ابقى عندي ابقى اوير بالادويه اللي بياخدها العيان على الاساس ان انا ابقى فاهم الكلام ده ما ابقاش جاهل بيه. فمن الابورتيف ثيرابيست او الحاجات اللي بتعالج الهيدكس الحديثه حاجه اسمها تريبتانز، وفي السوق حاجه اسمها سوماتريبتان، دي من اشهر الحاجات. الحقيقه دي احنا عندنا نيورو ترانسميتر، وانا كنت شرحت محاضره قبل كده عن نيورو ترانسميتر اسمه السيروتونين في جسمنا. الحاجات دي عباره عن اجونست للسيروتونين، والسيروتونين ليه اسم تاني اللي هو الفايف هيدروكسي تريبتامين، ليه اسم تاني يعني. فالسيروتونين او نيورو ترانسميتر الحاجات دي بتزود السيروتونين، فده بيعالج الميجري، ده علاج. وفي نفس الوقت التريبتانز دي بتعمل انهيبيشن للترايجيمينال نيرف اللي هو بيبقى سبب للميجرين، وفي نفس الوقت بتقلل الفازو اكتف بيبتايد ريليز اللي احنا لسه اتكلمنا عنها في السلايد ايه اللي فات، وقلنا ان هي برضو بتبقى احد الاسباب للميجرين هيديك. برضو الفازو التريبتانز بتعمل فازو كونستريكشن، ودي مشكله لان الناس اللي عندهم ضغط اوريدي او هايبر تنسيف هي بتزود البلاد بريشر معاهم، ولذلك بتبقى الحكايه دي مهمه ان يراعى هذا الكلام. وبالتالي هي كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم كورونري ارتري ديسيز، ما ينفعش واحد عنده كورونري ارتري ديسيز ياخد التريبتان، تمام؟ ما ينفعش واحد عنده كورونري فازو سباس اللي هي البرينزيميتال انجينا. ايه هي البرينزيميتال انجينا؟ احنا عندنا الانجينا او الذبحه الصدريه فيها نوع اسمه البرينزيميتال انجينا، ان بيحصل سادن فازو كونستريكشن في الكورونريز، والكورونريز اللي هي بتسبلاي الهارت بالبلاد سبلاي، فبيحصل هنا ايه؟ فالبرينزيميتال انجينا از انكسبكتد، مش معروف ممكن تيجي امتى، مش معروف يعني ما اقدرش اتنبأ بيها، لكن هنا بيحصل سادن كورونري فازو سبازم. فالناس اللي هم عندهم البرينزيميتال انجينا ما ينفعش ياخدوا التريبتانز كابورتيف ثيرابي. طيب من الابورتيف ثيرابي القديمه اللي كانت تستخدم او الشهيره كان حاجه اسمها الارجوتامين، تمام؟ ده فازو كونستريكتور، وكان هو العلاج الاساسي للميجرين قبل ظهور التريبتانز، تمام؟ ولكن لقوا ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اوفر يوز هيديك، اوفر يوز هيديك من الاثار الجانبيه بتاعته، في نفس الوقت بيعمل جانجرين او غرغرينا، بيعمل اسكيميا، بيقلل بلاد سبلاي اللي واصله الليمف، ممكن يعمل جانجرين، تمام؟ برضه من الابورتيف ثيرابيز اللي هي الانسيدز النان ستيرويدال انتي انفلاماتوري زي الايبوبروفين زي الاسبرين، ولكن نوت فيري افكتيف يعني. طيب اما البريفنتيف ثيرابي ان احنا عايزين نعالج من بدايته، فالعيان بياخد حاجه اسمها التوبرامينت او الفالبوريت، تمام؟ دي ادويه اصلا في الاساس بتستخدم كانتي كونفالسنت، الناس اللي هم بيجي لهم كونفالجنز بيجي لهم تشنجات، تمام؟ دي ادويه بتستخدم كانتي كونفالسنت في الاساس، ولكن هي بتستخدم برضو في علاج الميجرين، تمام؟ النظريه بيهايند الكلام ده ان الادويه دي بتعمل بتقفل الصوديوم شانلز اللي موجوده في النيورونز، او بتزود كمان حاجه اسمها الجابا. الجابا هي عباره عن نيورو ترانسميتر بيعمل انهيبيشن للاكسايتيشن في النيورونز، فبالتالي بتمنع الكونفرجنز. فدي دي ثيوري بيهايند الادويه دي. برضه من الادويه البريفنتيف ثيرابي البروبانولول، ده بيتا بلوكر. احنا عارفين البيتا بلوكرز يا جماعه هي ادويه بتستخدم عشان خاطر بتقلل الضغط او بتقلل الهارت ريت كذلك، تمام؟ فدول طيب نيجي لايه؟ التوبرامينت. التوبرامينت ده فيري افكتيف فور ميجرين، تمام؟ ولكن هو مشكلته ايه؟ خصوصا لو كان حد يعني ميجرين بيجي مع ناس صغيره وشباب وبيشتغل، فهو بيعمل نوع من حاجه اسمها انه بيعمل حاجه اسمها مينتال دالينج او سيديشن، ان الشخص بيجي بيبقى فوجي، بيبقى حس ان هو كده يعني مدروخ شويه، مش واعي شويه، كلام من كده. فلو واحد بيسوق وبيشتغل وبيعمل وعايز يركز، دي مشكله بالنسبه له طبعا اساسيه. طبعا بيعمل برضو باراسيزيا يعني ابنورمال سنسيشن، بيعمل ويت لوس احد الاثار الجانبيه، بيعمل كيدني ستونز، بيعمل حصوات في الكلى، تمام؟ ليه؟ لان هو الميكانيزم بتاعه هو كاربونيك انهيدريس انهيبيتور، فبيزود الكالسيوم اللي موجود في اليورين، وده بيزود الريسك اوف الكيدني ستونز، وبالتالي العيان محتاج ان هو يشرب كميات ميه كبيره جدا لو هو بياخد التوبرامينت
بحيث ان هو يبقى هيدريتد بحيث ان ما يحصلش الكلام ده. طيب الفالبوريك اسيد او الفالبوريك اسيد او الفالبوريت ده انتي كونفلسنت، مشكلته انه بيعمل جاستروانتستاينال ديستريس، بيعمل برضو تريمورز، تمام، بيعمل هيباتوتوكسيستي يعني مشاكل في الكبد في الليفر. ولذلك العيان اللي بياخده لازم يحصل نعمل ميجرمنت، او الدكتور بيطلب ميجرمنت للليفر فانكشن تيست، تمام، عشان يطمن ان ايه ان ما فيش مشكله. بيعمل حاجه بنشوفها احنا في العلاج الطبيعي ومشكله ومصيبه كبيره قوي، اللي هي النيورال تيوب ديفكت، ان يحصل ان تشايلد مثلا يكون عنده سباينا بيفيدا. ولذلك لو في شابه مثلا في سن الحمل والولاده والكلام كده وهي عندها كونفلجنز، لا ينصح انها تاخد طبعا فالبوريك اسيد. ليه؟ لان ممكن يعمل نيورال تيوب ديفكت ويطلع عندها تشايلد بسباينا بيفيدا، ودي مشكله. الفالبوريك اسيد بيعمل ويت جين، بيعمل زياده في الايه في الوزن. طيب البروبانولول او ده بيتا بلوكر، هو نان سيلكتيف بيتا بلوكر. احنا عندنا انواع من البيتا بلوكرز الحديثه اللي هي سيلكتيف بيتا بلوكر، اللي هي بتشتغل على سيرتن سيكتورز فما بيبقاش ليها اثار جانبيه كتيره. مشكلته ان هو بيعمل نوع من البرونكوسباسم، تمام، فلو حصل برونكوسباسم مع واحد عنده سي او دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز زي الازمه مثلا او كلام من كده، دي مشكله، تمام. طب للناس اللي هم الدايبيتك برضه في مشكله كبيره، هو بيعمل ماسكينج للهايبوجلايسيميا. تخيلوا الواحد معدل السكر في الدم عنده انخفض، حصل له هايبوجلايسيميا، وبياخد البروبانولول اللي هو نان سيلكتيف بيتا بلوكر ده، ده بيعمل ماسكينج للهايبوجلايسيميا، وبالتالي دي مشكله كبيره. طيب برضه من الاثار الجانبيه بتاعته انه بيعمل فتيج، وبيعمل اريكتايل ديسفانكشن، بيعمل صعوبه في الانتصاب او عجز في الايه في الانتصاب بالنسبه للرجال طبعا. طيب البريجننسي اند الايه الميجرين، هل واحده يعني بريجننت وعندها ميجرين طب تعمل ايه؟ شايفين الاثار الجانبيه قد ايه؟ فمن الحاجات الكويسه ان الحقيقه الميجرينز من حسن الحظ اقل اثناء ما الفيميل بتبقى بريجننت، يعني ما بيبقاش فيري كومن، تمام. والتريبتانز بتبقى برضو من الادويه المسموح بيها فور ابورتيف، يعني لو واحده عندها ميجرين على اساس ان هي علاج للميجرين. لكن الانتي كونفالسنت والارجوتامين والانسيتس ممنوعه تماما لواحده بريجننت وعندها ميجرين بسبب السايد افكتس بتاعتها. طيب اخر نوع هنتكلم عليه في المحاضره اسمه الكلاستر هيديك. احنا اتكلمنا عن التنشن هيديك، اتكلمنا عن ميجر هيديك، هنتكلم عن الكلاستر هيديك. الكلاستر هيديك فيري رير، هو شيء نادر يعني من الانواع النادره، بورلي اندرستود ميكانيزم، ما حدش فاهم ايه سببه او يعني الاسباب بتاعته. في الغالب بيجي في المين، والكلاسيك برزنتيشن يعني موستلي كومن ان مين، تمام، مور كومن ان سموكرز، الناس اللي بتدخن. هو بيبقى يونيلاترال، تمام، احنا قلنا دلوقتي التنشن بيبقى باي لاترال، صح، الميجر يونيلاترال، الكلاستر يونيلاترال. هو اكسكروشيتنج يعني الم رهيب رهيب بيجي بيهايند الاي، خلف الايه خلف العين، العين يبتدي يعرق، يحسس عينه زي ما تكون ورمه، يبتدي يدمع من عينيه، يبتدي مناخيره تنزل، مناخيره تشر راني نوز، فبيبقى فيه لاكريميشن، من العين عمال يدمع، في رينوريا يعني العيان مناخيره نازله، تمام. وفي نفس الوقت هو بيعمل اوتونوميك ديسفانكشن، بيعمل حاجه اسمها ممكن هورنر سيندروم، انتوا اكيد كنتوا سمعتوا الكلام ده في محاضره البريكس اللي انا كنت شرحتها. الهورنر سيندروم هو التوزيس يعني دروبنج في الاي ليد، بيحصل فيه دروب، والمايوزيس اللي هو كونستريكشن في البيوبل بتاعه الاي الاي. هو لا تسبقه اورا، مش مصاحب ليه نوزيا، مش مصاحب ليه فوميتنج، ولكن دي معظم معلومات اللي عن الكلاستر هيديك. طيب الكلاستر هيديك ليه بيسموه كلاستر؟ كلاستر يعني جروبس او تجمعات، كم ان كلاسترز اتاكس ديلي فور فيو ويكس، يعني العيان بيجي له اتاك كل يوم لمده اسابيع متتابعه. الكلاستر دي بيبقى في صوره او الهيدكس في صوره حاجه اسمها سيركيديان ريزم، ديلي اتاكس سيم تايم اوف ديلي، يعني كل يوم ونفس الوقت تقريبا بتاع اليوم اللي بتيجي فيه الاتاك.
فعشان كده لو انت سمعت الكلمه دي تفهم على طول ان ده كلاستر هيد. الاتاكس بتبقى حوالي 15 دقيقه، ممكن تستمر بساعات، ولكن احيانا يعني يختلط الامر ويعتقد ان ده ترايجيمينال نورالجيا، تمام، اللي هو ترايجيمينال هو الفيفس كرينيال نيرف، في حاله شهيره في اسمها ترايجيمينال نورولوجيا. بس ترايجيمينال نورولوجيا بتيجي زي ستابل بين، زي ما يكون حد طعن حد وسريع يبقى اقل من دقيقه. طيب التريتمنت ان العين ده ياخد اكسجين وياخد تريبتانز. يا ترى الاكسجين بيحسن الكلاستر هيديك ليه؟ ما حدش عارف، ما حدش فاهم ايه السبب بهذا الكلام. لكن في معلومه عايزين نعرفها، ان يا ترى ايه اللي بيحسن البلاد سبلاي للبرين؟ تمام، هو ال CO2 الكربون دايوكسيد. يا ترى ايه اللي بيعمل فازو كونستريكشن وقال بلاد سبلاي للبرين؟ هو الاكسجين، تمام. فده ممكن يكون ميكانيزم ان الاكسجين العيان بياخده، بياخد الاكسجين بيعمل فازو كونستريكشن فبيقال كلاستر هيدنج، تمام. برضو ان الاو 2 او الاكسجين العيان بياخده ده بيعمل انهبيشن للنيورال اكتيفيشن للترايجيمينال نيوكلس بتاعت الكرينيال نيرف رقم 5، الكرينيال نيرف رقم 5. ده يعني دول اثنين سسبكتد ثيوري، لكن ما فيش تاكيد عليهم هم ايه. دي كانت محاضره سريعه عن الهيدكس، اتمنى ان هي ان شاء الله تستفيدوا منها، والتقي بكم في المحاضره القادمه. شكرا جزيلا، وكان معكم الدكتور محمد كامل.